في الشأن الثقافي، وفي العاصمة الروسية انطلقت فعاليات معرض موسكو الدولي للكتاب، حيث تشارك فيه هيئة شارقة للكتاب من خلال وفد وجناح يتفاعل مع المشاركين وخاصة الروس، ويطلعهم على تجربة الشارقة الثقافية، ويدعوهم كذلك للمشاركة في معرضها الدولي للكتاب. افتتاح معرض موسكو الدولي للكتاب والمشاركة في فعالياته لا تبدو فيها أي مظاهر لحضور عربي فيه، إلا من ذلك الحضور الملفت للشارقة من خلال جناح هيئة الشارقة للكتاب، والتي تواصل المشاركة هنا للعام الثالث على التوالي. فما هو سبب واستمرارية هذه المشاركة في ظل الغياب العربي؟ مشاركة هيئة الشارقة للكتاب في معرض موسكو الدولي للكتاب لتعزيز الدور الثقافي والتبادل الثقافي بيننا وبين الطرف الآخر، ولبناء جسور التواصل بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية روسيا الاتحادية. تأتي هذه المشاركة انطلاقا من مرئيات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لبناء جسور التواصل والتبادل الثقافي، لنقل الثقافة والحضارة العربية إلى مختلف أنحاء العالم، وأيضا نقل الثقافات والحضارات المختلفة إلى الدول العربية. حديث الأرقام يقول أن أكثر من 70 دار نشر روسية شاركت العام المنصرم في فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، في خطوة تشير إلى مدى رغبة الناشر الروسي للبحث عن آفاق تعاون مع الناشرين العرب وتطوير قنوات التبادل الثقافي معهم، خاصة في مجالي الترجمة والنشر. وهذا ما أكدته اللقاءات والاجتماعات المختلفة التي عقدت في الجناح مع وفد هيئة الشارقة للكتاب لبحث زيادة وتعزيز الحضور الروسي في معرض الشارقة. إنه من الرائع الالتقاء بأصدقائنا من الشارقة الذين زرناهم في معرض الشارقة للكتاب، وما أريد قوله أنكم الوحيدون من العالم العربي مشاركون هنا، وهذا يعني أن الشارقة الأهم والأكثر نشاطا في عالم معارض الكتب وخاصة في موسكو. نحن فخورون بهذا التعاون مع الشارقة، شاركنا العام المنصرم في معرض الشارقة للكتاب، واتفقنا على رفع مستوى المشاركة الروسية القادمة لتكون أفضل من العام الماضي. السكرتير الأول في سفارة الإمارات في موسكو السيد إسماعيل الزعابي زار الجناح أيضا، واطلع على أهم المشاركات المتمثلة في منشورات القاسمي ودار كلمات ومشروع ثقافة بلا حدود وغيرها، مثمنا الجهد الذي تبذله الشارقة وفق رؤى حاكمها في إبراز الثقافة العربية والإماراتية في مختلف دول العالم. النجاح الذي حققته الشارقة من خلال مشاركتها خلال العامين الماضيين في معرض موسكو للكتاب واستقطاب مجموعة من الناشرين الروس لمعرض الشارقة جعل من اللازم استكمال مشوار البناء وتعزيز العلاقات مع الناشرين الروس واستقطاب المزيد منهم إلى الشارقة وإلى العالم العربي. لأخبار الدار كان معكم محمد ماجد السويدي.